فبراير كان عندنا على حسب القانون ديال التسجيل المفوض جوج ديال لي بلون، سواء اننا نمشيو للتفاوض المباشر وهذاك الشيء اللي عملنا عليه وكنا مراسله السيد وزير الداخليه الى حدود الان لم نتلقى جواب بشكل رسمي، في انتظار اننا ما تلقيناش جواب حتى حدود الساعه كان ضروري ان نفكروا في واحد كما قلت الماده الخامسه ديال الدعوه للمنافسه. ولكن السيد الرئيس اذا كانت هناك بوادر ديال انه كاين موافقه على التفاوض المباشر فالنقاش ديال دفتر التحولات سيبقى ما عندوش جدوى ماشي الا كنا عن شكرا سيد الرئيس. الجماعه لا من ذكيره انا